العنف ضد المرأة فاتورة اقتصادية باهظة. لم تعد تقتصر النتائج المترتبة على العنف ضد المرأة على الآثار النفسية أو الاجتماعية فقط، بل أصبح الأمر مرتبطاً بتكلفة اقتصادية باهظة تدفعها المجتمعات العربية والعالم أيضاً. بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، تتعرض نحو 1,000,000 امرأة مصرية لترك منزل الزوجية بسبب عنف الزوج والبحث عن سكن بديل. في تونس تتعرض النساء لعنف اقتصادي يتمثل في فقدان وظائف بنسبة 42% بحسب الإحصاءات الرسمية، وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 33% من اللبنانيات يتعرضن لعنف من الزوج أو الأقارب. كما أكدت دراسات دولية أن تكلفة العنف ضد المرأة عالمياً وصلت إلى نحو 1,075,000,000,000,000 دولار سنوياً. هذه الأرقام تكشف عن أزمة تنذر بخطر كبير تتعرض له النساء، الأمر الذي يستدعي مواجهة مجتمعية لسن مزيد من التشريعات حول العالم لحماية المرأة من توابع العنف ضدها، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التي يتعرض لها العالم بأسره، ولا تستطيع المرأة وحدها تحمل هذه التكاليف الباهظة من أجل مستقبل أفضل يحمي المرأة ويضمن حقوقها على نحو يليق بمكانتها في المجتمع.